صحيح النهارده هنشرح مع بعض المحاضره الثالثه بورا بعنوان السيستودز. طيب انا هاخد 3 بعنوان السيستودز في المحاضره دي، بس يعني الاول لازم اعرف حاجات جنرال عن السيستودز المبدا عشان يبقى عندي خلفيه عنها وتساعدني اكتر في اللي هيجي. تمام. طيب انا لازم اعرف ايه؟ انا لازم اعرف ان اولا هي بتبقى فلات وسيجمنتد. اي سيستود بتبقى فلات وبيبقى فيها سيجمنتس كتير، بتقسمها لكذا سيجمنت فبتبقى سيجمنتد. طيب وبتبقى سنجل، بتبقى هيرمافرودايت. هيرمافرودايت طبعا يعني اللي هو مش سكس سيبريت، لا الميل والفيميل موجودين اثنين في نفس الجول. تمام. لازم اعرف كمان ان الادلت بيبقى موجوده في الانتستين، بس اي سيستود الادلت بتاعتها موجوده في الانتستين. ممكن الاقي الارفه في اي تشو تاني او الاقي مثلا اكل فيس عادي، لكن الادلت بالذات ولا اشغل في الانتستين. طيب هي ما عندهاش جي اي تي اورجانس. طب ليه ما عندهاش جي اي تي اورجانس؟ يعني طبيعي هي موجوده في الانتستين دلوقتي، بيوصلها الاكل اصلا كوريدي دايجستد بالسمول انتستين واللارج انتستين كده، هي اصلا خلاص. طب انا دلوقتي مش محتاج جي اي تي اورجانس، انا مش محتاج اهضم حاجه، الاكل اصلا جالي مهضوم، انا بس يا دوبك عايز امتصه. هي بتحصل لها بتعمل ابسوربشن، قصدي بالديفيوجن. تمام. بس هي مش محتاجه جي اي تي اورجانس في حاجه. طيب بعد كده لازم اعرف ان السيستودز عامه الشكل العام بتاعها بتبقى متقسمه لسكولكس ونك وسيجمنتس. السكولكس دي اللي هي راس، وبعد كده رقبه، وبعد كده السيجمنتس اللي قلنا عليها. طيب السكولكس دي بيبقى فيها يعني انا بقسم اصلا السيستودز لنوعين على اساس السكولكس دي. بتقسم النوع اللي عندنا اللي هو سايكلوفليديا. سايكلوفليديا دي نسبه للسكولكس فيها ساكرز. تمام. الساكرز دي هتبقى عباره عن اللي هي الدوائر دي، اللي هي دي. تمام. الدوائر دي هي الساكرز اللي بتبقى موجوده في السكولكس. طيب هي وظيفتها هي بتعمل ايه؟ بتعمل اديجن في الكوزه بتاعه الانتستين. تمام. يبقى انا دلوقتي البورما عندي بيبقى فيها سكولكس اللي هي الراس، والسكولكس دي بيبقى فيها ساكرز. الساكرز دي هي اللي بتروح تعمل اديجن في الكوزه بتاعه الانتستين. تمام. تمام. بالنسبه للنك، النك هي الاكتيف ديفايدنج بارت. يعني اكتيف ديفايدنج بارت يعني هو ده الجزء اللي بتدي منه عامل ديفيجن وطلع سيجمنتس جديده، فالدوده تطول وتكبر وهكذا. طيب بعد كده هنبدا بقى ناخد اول نوع اللي هو الثانيه سيجنتا. هي ليها اسم تاني، هي اصلا بتعمل ديزيز جامد اسمها اسمه انستاينال تانيزس. تمام. طيب هي ليها اسم تاني اسمها بيف تيب 1. تيب 1 دي اللي هي معناها سيستول، يعني اصلا الاثنين معناهم دوده شريطيه. تمام. يبقى تيب 1 دي نسبه للسيستول، وبيف تي نسبه للتانيزس جينات نفسها، اللي هي اصلا بتيجي بسبب ان انا باكل لحمه مش مستويه كويس، او مثلا مثلا هي اصلا فما موتش الورم اللي بتبقى فيها، فهي الورم اصلا موجوده في اللحمه اسمها تانيزس جينات. تمام. طيب بالنسبه للديستريبيوشن بتاعها، لا هي كوزموكلوتين عادي، ما فيهاش يعني مفيش حاجه معينه بتيجي فيها. تمام. طيب هبدا اخد بقى المورفولوجي بتاعها. زي اي مورفولوجي بتكلم عن ثلاث حاجات، الادلت والايج والسيستا سيركس. السيركس دي اللي هي اللارفر ستيج بتاعت التانيس جينيتا. تمام. طيب ابتدي بقى اتكلم على حاجه. اول حاجه الادلت، انا بيبقى عندي الادلت اصلا طولها من 4 ل 10 متر، فتخيل 10 متر في الديستن بتاعتك يعني كبيره جدا بالنسبه اصلا للديستن، فاصلا ممكن تعمل ساين اوبستراكشن. طيب بعد كده السيجمنتس، عدد السيجمنتس هي اسم تاني اسمها بروبلوتايدز. طيب اللي هي كام سيجمنت؟ من 1000 ل 2000. تمام. طيب احنا طبعا قلنا هي من نوع سايكلوفليديا، فبالتالي السكولكس فيها ساكرز. عندها كام ساكر؟ عندها 4 ساكرز. تمام. طيب بالنسبه للايج، الايج اهي شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا عندي ان هي لونها يلوش براون، وان هي محاطه يعني البصر بتاع اللي حواليها ده واحده، بصوا ده كله عباره عن شيل. الشيل ده بيبقى محوطه من كل حته، بيبقى ستريتد وسك. تمام. وهي لونها بيبقى يلوش براون. طيب بيبقى في حاجه من جوه هي مش باينه هنا في الصوره اصلا، بس يعني ايه لازم نقولها. لحظه واحده كده. بص الاك زي ما قلنا ان هي بتبقى يلوش براون، بتبقى سك، وبتبقى ستريتد شيل، وبتبقى فيها حاجه اسمها ميتشر هيكسا كانس امبريو. هي مش باينه هنا في الصوره زي ما قلت، بس هو طبعا طبيعي ان هي بيبقى فيها امبريو. لازم بقى الامبريو بتاع في وورمز تبقى فيها ميتشر وميتشر، لا هنا ميتشر، وبيبقى فيها هيكس كانس دي نسبه ان بيبقى فيها زي 6 فوركس كده جوه الايج نفسها، بس هي مش باينه في الصوره. تمام. فانتوا بس خليكم عارفين ان هي فيها ميتشر هيكس كانس امبريو، او دي اسم تاني اسمه اوكوسفير. تمام. طيب طبعا هم مش بيهتموا قوي بالحجم كده، يعني مش بيسالوا فيه، بس تبقى برضه ان هي من 30 ل 40، قصدي 30 ل 40. تمام. طيب بعد كده انا بقول لك ان هندخل بقى على اللارفا ستيج اللي هي السكاريس. طيب هي بتبقى شبه البلادر، تبقى بلادر لايك. طيب ممكن نحط حواليها جيرمنال لاير. جيرمنال لاير بيبقى مقفول يعني محوطه من كل مكان، بيبقى جواه عامل كافيتي طبعا، والكافيتي ده بيبقى فيه فلويد. تمام. طيب وهي بتبقى امبيجنيتنج سكولكس وذ فور ساكرز. دي طبعا ثانيه فوق ان هي بتبقى سكولكس وبيبقى فيها فور ساكرز. تمام. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الادلت بتبقى 14 متر، بتبقى فيها من 1000 ل 2000 سيجمنت، بتبقى السكولكس فيها فور ساكرز. طيب والايج اللي بتبقى يلوش براون، متحوطه بسيك ستريت تشيل من كل مكان، وبيبقى فيها حاجه اسمها ميترو هيكس كانس امبريو او اونكوسفير. طيب السيستكاريس انا بتبقى عباره عن لارفر ستيج بتاعه التانيس جينيتا، بتبقى شبه البلادر، وبتبقى متحوطه. بصوا ادي اللي هي دي، بتحوطه من كل مكان، هي بجيرمنال لاير. تمام. وكل ده فلويد، كل اللي انا بشبط عليه ده فلويد. تمام. وبتبقى هي بيقول لك ان هي شبه بلادر، يعني او اصلا هي شبه بلادر. تمام. بس ما ينفعش اي حاجه، يعني هو كل اللي اعرفه ان هي بتبقى فيها جيرمنال لاير. جيرمنال لاير دي اللي هتكون اصلا سكولكس والنيك والسيجمنتس بعد كده. تمام. بعد كده نبتدي ناخد اللايف سايكلز. طيب انا هقولها كده الاول بسرعه. انا بيبقى عندي ان هي ماشي، اصوري انا اول مره اصور فمتوتره جدا وعماله بلغط. تمام. دلوقتي انا بقول دلوقتي ان الحوار كله لايف سايكل بدات من ان شخص جه في مثلا في اي مكان، سواء بقى سويد او في اي حته، وقام جاي منزل فيسس. الفيس بتاعته كان فيها اللي هو اصلا كان مصاب عنده تانيس جينيتا. تمام. فالاكس اللي نزلت دي هي اصلا مش بتنزل في الفيسس الا بعد 2 مانثس. تمام. من الانفكشن. طيب بعد كده هتيجي بقره او كده يعني كاتل او ايا كان، المهم ان هي هتبقى موجوده، فهتيجي تاكل من الزرع او السويل اللي هي الفيسز دي. تمام. طيب هي هتاكل ايه؟ هتاكل الاكس اللي نزلت، والاكس دي انا كنت عارفه ان هي فيها حاجه اسمها اونكو سفيرز. تمام. يبقى هي خدت الاك بالاونكو سفير. طيب بعد كده الاكس دي جوه جسم البقره حصل لها هاتشنج. تمام. وبعد كده قامت جايه عامله بنتريتمنت ستاينال هول وقامت رايحه للمصل. طب انا باكل اصلا ايه اللحمه اللي انا باكلها من الكاتل دي؟ انا باكل العضلات بتاعتها، يعني اللحمه اللي احنا دي تبقى عضلات اصلا كده او كاتل. تمام. فانا جيت بعد كده انا الانسان قمت جاي واخد اللحمه دي من غير ما اسويها كويس، او واخدها نيه وقمت جاي واكلها. تمام. خلاص انا بقى جوايا، انا خدت اني ستيج، خدت دلوقتي اللارفر ستيج. تمام. لان هي لما حصل لها هاتشنج، الاكس لما حصل لها هاتشنج جوه جسم البقره، وطلعت اللارفر ستيج، اللارفر ستيج راحت للمصلز، وانا جيت كلت المصلز دي من غير ما اسويها كويس.
او من غير ما نسويها اصلا يعني. تمام تمام بعد كده جه بعد ما الانسان كتب كده راحت السكولكس دي قلنا كان فيها سكرز، والسكرز دي هي اللي كانت بتعمل اديجن في الانتستين بتاعه الانسان. فبالتالي انا حصل لها اديجن يعني انا دلوقتي الرور ستيج بقت موجوده زي ما قلنا جوه الانتستين. طيب مش انا قلت السكولكس دي موجوده في الادلت. طيب فانا دلوقتي عشان احاول اصلا لها عشان تحول الادلت جوه الانتستين بتاع الانسان بتقعد تقريبا من 8 ل 10 اسبوع. اهو الميتر وورم ديفلوب من 8 ل 10 اسبوع. تمام طيب نبدا بقى ناخدها كده من فوق بالتفصيل. تمام اول حاجه انا بديت انا لسه كنت بقول ان هي الادلت بتبقى موجوده فين، قلت ان هي اي ستوت الادلت بتاعتها موجوده في الانتستين. تمام طيب يبقى هي موجوده فين في الانتستين بالظبط؟ الثانيه سيشن بتاعتها موجوده في الابر بارت بتاع الجينيوم. تمام طيب ديفرنت بوست هي منطقه. طيب الانترميديت بوست لسه انا قايل الكات الاركيا. طيب والانفكتيف ستيج انفكتيف ستيج قلت ان انا باخد السيست كارياس البوبس اللي هي اللارفر ستيج بعد ما حصل لها هاتشنج من الاكس اللي كلتها الكاء او الكتل. تمام طيب مود اوف انفكشن قلت ان انا كلت هو او كلت امبرفكتلي كوكت بيف يعني مش متسويه كويس، كان البيف دي اصلا كانت محتويه بقى على ايه اللارفر ستيج اللي هي السيست كارياس. تمام بعد كده بيقول لك ان الهيومن اللي اسمه التستنج بتاع الهيومن اصلا بيبقى يعني انا دلوقتي لما كلت الادلت والادلت كان موجود عندي خلاص في اسمه التستنج وبعد ما على 8 ل 10 اسبوع ولا تحولت الادلت، الادلت دي اصلا بتتحرك يعني قسم كبير جدا بقول لك من 8 ل 10 قصدي من 4 ل 10 متر فهي كبيره جدا وبتبقى باينه يعني حتى لما باخد فيز او حاجه عشان اشوفها فيه انا ببقى شايف الدوده مش شايفها بتتحرك. تمام فهو بيقول لك ان هي الدوده دي اصلا بتتحرك يعني ممكن تنزل في الستول او ممكن انا الاقيها اصلا عند الانس يعني ممكن اصلا بجد الاشخاص بيشوفوها يعني ممكن تخرج اصلا منه. تمام طيب بعد كده عايز اقول الباثولوجي بتاعتها. طيب انا بقول ان التانيه السيشنات دي بتبقى ويكلي امونوجينيك يعني ايه؟ يعني هي مش بتستثير جهاز المناعه قوي يعني مش بتخليه ياخد رد فعل عنيف ضدها، لا بالعكس هو بياخد مجرد مودريت ايزنوفيليا. تمام طيب فبيقول لك ان هو بيعمل هنا مينور لوكال انفورميشن. طيب الانفورميشن ده حصل نتيجه ايه اصلا؟ يعني ايه اللي في الورم خلاها يعمل انفورميشن؟ السكولكس السكولكس اللي كان فيها السكرز وراحت مسكت في الميكوزا بتاعت الانتستين. انا بس بقول لك مينور لوكال انفورميشن ديو تو اتاتشمنت اوف ذا سكولكس تو ذا ميكوزا. تمام طيب المريض ده بيجي لي العياده عنه ايه او ايه اللي بيحصل له يخليني اقول ان هو عنده تانيه سيجنيتا؟ بيقول لك ان اصلا معظم الانديفيدوالز اللي بتتصاب بالتانيه سيجنيتا بتبقى اسمبتوماتيك يعني اصلا مفيش اعراض مش باين عليها اعراض، ولكن في شويه اعراض صغيره كده بتظهر على الانسان بتبقى زي مثلا ان هو حاجات بسيطه مجرد ديسكمفورت في الابدومينال او مجرد شويه جاستريك بين، طبعا نوزا وفوميتنج ودايريا. تمام كمان بيحصل له زي نيرفس نس وفيرتيجو. فيرتيجو دي يعني دوخه. تمام او ممكن الابتايت بتاعته يا اما تبقى زايده قوي يا اما بيفقدها اصلا يعني انكريز اور لوس اوف الابتايت. طيب طبعا قلنا في مودريت ايزنوفيليا اللي هي مينور لوكال انفورميشن لان اصلا هي ويكلي ايمونوجينيك. تمام يبقى هو بيجي لي يا اما ما عندوش اعراض اصلا يا اما الاعراض اللي عنده مجرد شويه مغص وترجيع ودايريا او لو عنده مثلا فقدان الشهيه او زياده اصلا قوي في الشهيه وشويه نيرفس نس ودوخه اللي هي الفيرتيجو. تمام طيب دلوقتي هعمل له دياجنوزس. الاساسيات اللي لازم اعرفها عن اي ستود ان دايما الستول بتاع الانسان المصاب باي نوع من انواع الستوز بلاقي فيها الايك وبلاقي فيها السيجمنتس اللي او الجرافيت بروجلوتايتس. يعني ايه جرافيت بروجلوتايتس؟ انا عارفين البروجلوتايتس دي سيجمنتس. طب ايه الجرافيت؟ الجرافيت دي اللي هي عباره عن سيجمنت لما حصل فيها بقى فيها زي اسمه ايه ده اكس كتير اتراكمت جواها. ان اصلا انا المعلومه دي مش مكتوبه هنا بس اصلا الجسم بتاع الثانيه سيجنيتا مش بيبقى فيه اليوترس بتاعه اللي هي الليترز دي بتبقى عباره عن الخط اللي بين كل سيجمنت وسيجمنت. الخط ده ما فيهوش فتحه. تمام فبالتالي هو بيراكم الاجزاء اللي فيها لحد ما يحصل لها هاتشنج. عشان كده بقول لك لما تيجي تحصل لها هاتشنج بيحصل لها هاتشنج سنجلي كل سيجمنت بتطلع لوحدها لانهم اصلا مش مفتوحين على بعض. تمام طيب بعد كده بيقول لك ان هي بتبقى ايدنتيكال. انا بقول لك ان هي كبيره جدا يعني 10 بقول لك 10 متر فاكيد شكلها وبتبقى واضحه جدا يعني بيقدروا اصلا يشوفوها في المعمل في السول وشايفينها وهي كبيره ومتحركه جامد مش محتاجه ميكروسكوب كده. تمام طيب بيقول لك عشان افرق بين سبيشيز بتاعت الثانيه سيجنيتا تو ديفرنشيت بين سبيشيز محتاجه ابص على حاجتين السكولكس او الجرافيت بروجلوتايد. هما دول حاجتين بيفرقوا لي بين سبيشيز وبعضها. تمام طيب بالنسبه للتريتمنت انا عندي اي سيستولا برضو دي حاجه سيف سيستولا ان هي بتعالج بالنيكروسامايد او بالبرازو كوينتال. طيب الاساسي النيكروسامايد هو ده الدراج اوف تشويس انما البرازو كوينتال ده مجرد الترنيتيف. تمام طيب اعمل بقى برزنتيشن ازاي ان انا ما يجيليش؟ طيب بالنسبه للبرزنتيشن اول حاجه لازم طبعا لو عندي اي بيشنتس او ناس يعني انفكتد لازم عندهم تريتنج يبقى اول حاجه تريتنج انفكتد انديفيدوالز. تمام طيب ده اصلا ان دي اصلا السورس بتاع ان انا يحصل اصلا لايف سايكل دي كلها فانا خلاص عايز اعمل ريموفال للسورس ده اصلا. تمام حاجه الناس اللي هي مريضه بالمرض ده. طيب تاني حاجه ان انا اعمل بريفنتيشن ان الفيسز دي اصلا يعني ليه بجد يعني ليه الناس بتعمل كده يعني انا اصلا اي كونتنيشن بين السويل والفيسز بتاع الهيومن. تمام طيب تاني حاجه لو انا عارفه ان البيف دي انا اصلا انا زي ما قلت هي بتبقى كبيره بتبقى باينه في نص اللحمه كده تبقى الدين بيضه باينه في نص اللحمه فانا مثلا لو جزار وانا شفت ان الدين دي فيها لحمه خلاص اعملها انسبكشن ما بيعهاش واشيلها على جنب بعيد عن التانيين. طيب تاني حاجه لازم اعمل كوكينج للبيف كويس. تمام طبعا لازم طيب دلوقتي هناخد يعني ازاي اعمل الكوكينج للبيف ده كويس يعني. طيب اول حاجه يا اما بعملها عن طريق لو انا هسخنها يا اما هخزنها فاعملها فريزنج او هعملها بيكلينج. تمام طيب الفريزنج لازم يبقى عند اقل من 10 سيلسيوس ديجري تبقى لمده 5 ايام. طيب والبيكلينج بيبقى عند حاجه اسمها لازم الصلصه مش هنحطه فيه ب 25%. تمام ده تركيزه يعني. طيب يبقى برده لمده 5 ايام. طيب يا اما لو هعمل هيتنج لو انا هطبخها بقى وهسخنها كده يبقى اعمل هيتنج على درجه حراره 57 سيلسيوس. تمام طيب كده يبقى خلصنا الثانيه سيجنيتا. دلوقتي هاخد حاجه ثانيه اسمها الثانيه سوليوم ودي هي بالظبط زي الثانيه سيجنيتا ما عدا فروق معينه وهو هنا ذاكر فروق على طول لان هم اصلا يعتبر شبه بعض جدا في حاجات كتير. طيب اول حاجه هي بتيجي هنا احنا قلنا المره فاتت ان الانترميديت وست كان الكاتل او الكاو انما هنا البتاع بتاعي الخنزير اللي هو البورك فبالتالي هي مسميها على اسم البورك تيب ورم. يعني احنا ان انا باكل لحمه خنزير برده باكل ني او مش مستوي كويس. تمام طب تعمل لي برده انستاينال تانيس. طيب زي ما قلنا لازم ناخد الادلت والايج والحاجات دي. طب ايه الفرق فيها؟ الادلت هنا بتبقى صغيره شويه تبقى مجرد من 2 ل 4 متر تبقى اصغر من الثانيه 10 متر. طيب الثانيه كان فيها من 1000 ل 2000 لا دي فيها 800 ل 1000. تمام هي بنت ان هي اصغر والسيجمنتس بتاعتها اقل بس هي اخطر بكتير وهنقول
دلوقتي تمام. طيب السكولكس، السكولكس هنا بيبقى جلوبيولر، بيبقى عنده 4 ساكرز برضو، بس هو حاجه مميزه هنا ان هو بيبقى كاب شيبت تمام، ده الفرق بس. طيب وبعد كده بيبقى عنده هو هي ناس هتكتب في كمان ناقصه، بيبقى عنده روسلم دبل كراون هوكس، يعني في كلمه هوكس هنا ناقصه ثانيه واحده. طيب انا بقول ان يبقى في حاجه اسمها روسلم دبل كراون هوكس، هي الكلمه دي كانت ناقصه فانا يعني حطيتها تمام. طيب روسلم دي يعني هي بتبقى شبه المانجل، انا مش عارف لو حد عارف المانجل اللي هما بيقطعوا بيه كده. المهم يعني ان هي بتبقى عندها هوكس كده، انا هوريك شكلها دلوقتي. بصوا ان هي الحاجات السوداء دي، هي دي بصوا دي الهوكس بتاعتها، يعني هي زي الشعر كده بس يعني هي هوكس تمام. طيب سوري ان انا بقفل الفيديو وافتح كل شويه، بس يعني انا اول مره اصور فانا متوتره جدا ولسه مش متعوده على الموضوع ده وكده، فعشان كده بقفله فعذرا يعني. طيب احنا دلوقتي قلنا الادلت، قلنا ان هي الاختلاف ما بين التانيه سجينات والتانيه سوليوم، ان الادلت تبقى مجرد من 2 ل 4 متر يعني اصغر من التانيه، وتبقى من 800 ل 1000 سيجمنتس بس. طيب السكولكس بتاعتها برضه فيها نفس الفرصه، بس المميز هنا ان هي فيها ان السكولكس قصدي بتاعتها بتبقى كاب شيب تمام. طيب والسكولكس نفسها بتبقى جلوبيولر. طيب وبيبقى فيها هوكس، الهوكس دي بتبقى شبه الروستلم اللي هو المانجل تمام. طيب بالنسبه للاكس، الاكس هي زيها زي التانيه سجينات بالظبط، مع مجرد ايج متحوطه بشيل بيبقى سيكستريتد، وبتبقى فيها من جوه ميتر هيكسكان امبريو تمام. طيب دلوقتي هناخد بقى السايكل. طيب انا بقول دلوقتي زي ما قلنا ان كل بيختلف في الثانيه سويلم عن السويلم عن الثانيه سجنيتا، ان هنا الانترنيت توست هو الخنزير تمام اللي هو البيج تمام. طيب دلوقتي الحوار بيبدا منين؟ الحوار بيبدا برده من ان جي انسان، وبرده انا عامل فيزس في السويل، والفيز دي كان فيها الاك وهو اصلا كان مريض بالثانيه سويلم يعني، والاكس بتاعته من الاكس بتاع الثانيه سويلم نزل في الفيزس بتاعته. طيب الفيزس اللي نزلت في السويل دي ليها مصاريف، يا اما هتروح ناحيه الخنزير يا اما الانسان هيعمل اوتو انفكشن تمام. طيب هناخد دول اللي هي تمشي ناحيه الخنزير لان هي شبه الثانيه سجنيتا شويه. انا دلوقتي مجرد حصل هنا بدل بس الكاو بقى في البيج، البيج هياخد الاكس دي وهياكلها، ولما ياكلها هيحولها جوه الجسم للاربر ستيج تمام. هيحصل ايه؟ ان هي بيبقى فيها الاونر ايج بتاعتها زي الثانيه سجنيتا بالظبط، فبيبقى فيها اونكس فيرس، الاونكس فيرس دي بيحصل لها هاتشنج تمام، وبعد كده بتختار الانستينال وول وتروح للمسل بتاعت الخنزير، فيجي حد ياكل اللحمه بتاعت الخنزير وهي مش مستويه كويس او مش مستويه اصلا تمام. طيب هو بيقول كده ان الاوكسفير ديفولب انتو سيست تمام، ومعلش بعد كده بتبقى في البيك بتاع المصري بتاعت البيك تمام. طيب بعد كده الانزيم بيروح جاي انفكت زي ما قلنا وبياخدها نيه وكده. طيب بعد كده السكولكس برده بتاعته تروح طالعه في الانتستين وماسكه في الكوزه بتاعتها بالسكرز اللي فيها، وتفضل قاعده في اسمه الانتستين عادي جدا. طيب ايه المصاري الثانيه؟ وده مصاري الاخطر، ده اصلا اللي بيخلي زي ما بقول لك ان الثانيه السوليوم تبقى اخطر من الثانيه سجنيتا. طب ايه؟ ان الانسان ياكل الايج نفسها، يعني انا بقول ان المصاري العادي ان هو بتاع البيك وكده، ان في الاخر الانسان كان اللارفا ستيج كان سيست سيرفس اللي طالعه من اللي كانت موجوده في اللحمه بتاعت الخنزير، انما دلوقتي الانسان خد الايج دايركت وكلها. يعني مثلا انا لما الانسان ده عمل الفيزز وكان فيها الايج، كان جاي يا اما خدها مثلا باوتو اكسترنال اوتو انفكشن، ان هو مثلا بطريقه ان هي فيها الاورال ومثلا ايه ما كانتش نظيفه او حاجه بعد ما عمل فيزز او كده، فكلها تاني كميه القرف والله العظيم قمه يعني كده. طيب قام كلها تاني فقامت عامله له ان هو كده خد الايج بدل ما كان ياخدها صوره لارفا ستيج من لحم الخنزير. طب ليه دي اكتر؟ لان دلوقتي انا لو خدت الاكل الاكل دي بعد ما اخدها بتدخل جوه جسم الانسان وتتعامل مع الانسان على انه خنزير، وتتعامل معاه على اساس ان هو الانترميديت توست. ازاي؟ ان عن طريق هي بتدخل بتختار الانسانال برضو بتاعته، بتختار الانسانال وورد بتاعته، وتقوم جايه رايحه ناحيه المسلز ورايحه ناحيه الاي ورايحه ناحيه التيشوز كتير جدا منهم البرين والاي والمسلز. طب الحوار ده بقى اسمه ايه؟ اسمه سيستا سيركوزس. ده مرض تاني خالص، يعني مش مرض تاني خالص، هو مرض ناتج عن الثانيه سوليوم تمام. يبقى تاني بالراحه، انا دلوقتي عندي طريقين للفيزز اللي كان فيها الاكل اللي عملها الانسان تمام. يا اما الخنزير كلها وحولها جوه جسم للارفر ستيج، وجه الانسان كان لحم الخنزير ده وهو نايم، قام جاي واخد اللارفر ستيج اللي هي سيتا سيرفس تمام. ده هيحصل له ايه؟ عادي هتنزل جدا في الادلت وهتعمل دايريا وفوميتنج والحاجات اللي هي عاديه عملتها الثانيه سجنيتا تمام. ده المسار اللي شبه بتاع الثانيه سجنيتا. طب اما ايه المسار الثاني؟ المسار الثاني ان الانسان ما ياخدش اللارفر ده، ياخد الايج. طب في حد هيقول لي ايه يعني ما ياخد الايج؟ ما هو اصلا كده الايج دي موجوده عنده في الانتستين، يعني انا اصلا الايج دي نازله اصلا في الفيتس منه هو في الاول، فليه بقت اخطر يعني؟ هقول لك، لان الايج دي اصلا مش بيحصلها اكتيفيشن غير لما تعدي على الاستومك. يعني انا دلوقتي لما كنت انا واكلها من لحم الخنزير واخدها كلارفر ستيج تمام، دي ما حصلليش حاجه. طيب لكن لو انا خدتها كايك الايج دي في اول نازله وانا ببلعها هتعدي على الاستومك، هيحصل لها اكتيفيشن من الاتش سي ال اللي موجود في الاستومك، فهو ده الاخطر، هو ده اللي بيخليها تبقى قبل ان هي تعدي من الاستانال ميكوزا وتروح ناحيه المصل وناحيه التيشو وناحيه الاي وناحيه البرين وهكذا تمام. طيب طب انا عندي طريقين منهم، ان الانسان ده طرق قصدي بقى الانسان ده مصاب ان هو ياخد ايج، او طريقه اللي انا اتكلم عليها فيك الاورال، ان هو بعد ما عمل السويل كده ما وصلش ايده ففكلها تاني، فالايج كده يبقى هو بياكل الايج، فالايج نزلت على الاستومك في الاول، انما في الاول كان ما كانش فيه حاجه عنده في الاستومك، هو كان عنده في الانتستين بس، الادلت كان موجوده في الاول في الانتستين تمام، انما لما عدت على الاستومك ولما اكلها معديه على الاتش سي ال لما عملها اكتيفيشن، وهو ده اللي خلاها تبقى قبل ان هي تختار الاسمه الانتستين وتروح ناحيه التيشن. هي الطريقه الثانيه، الطريقه اللي انا سالتها فيك الاورال دي اسمها اكسترنال اوتو انفكشن. طيب للاسف الحاجات دي مش مكتوبه هنا، بس هي جايه عليها اسئله في كتاب القسم في الحته الثانيه، فلازم نبقى عارفينها. طيب وهكتبها لكم دلوقتي عشان تشوفوها. طيب الطريقه الثانيه اسمها انترنال اوتو انفكشن. ازاي انترنال؟ انا ما خدتش الفيزز من اللي هي خارجه مني وقمت واخدها تاني من بره عن طريق الفيكال اورال، لا انا حصل لي فوميتنج، ان انا كان عندي الايج بعد ما كانت تحت خالص في السمول انتستين وهتنزل في اللارج انتستين وهتنزل في الفيزز، لا انا حصل لي فوميتنج جامد فقمت مرجع. فانا برجع طبعا قام جاي الاكل بالانتست اللي اسمه ايه بالورم دي بالثانيه سوليوم، قام طلع الاكس بتاعتها مطلع فوق لحد الاستومك، فبالتالي تعرضت للاتش سي ال فبالتالي حصل اكتيفيشن تمام. يبقى انا قلت ان طريقين، يا اما اكسترنال اوتو فيكال، قصدي فيكال اورا اللي هي اكسترنال اوتو انفكشن، يا اما انترنال اوتو انفكشن، يعني طريقين ان يحصل لي فوميتنج. فلما يحصل لي فوميتنج الاكل هيطلع تاني على من فوق فيعدي على الاستومك فيتاكتف بالاتش سي ال فينزل يعمل لي بقى ان هو يبقى قبل ان هو يعدي السمول انتستين ويروح للمناطق اللي قلنا عليها. طيب
الطريقه الثالث ان الفيسز اللي نزلت دي ما كانهاش خنزير ولا حاجه، هي بس جت على الاكل وانا رحت كلت الاكل ده دايركت، دي اسمها هيتروجينس انفكشن. تمام. طيب انا هنا بس كتبت لكم الاسماء عشان ما حد عايز يشوفها او كده، او الطريق اللي هو جاي ان الانسان هياكل الاكل على طول من الفيسز بتاعته، دي اسمها اكسترنال اوتو انفكشن. اي تمام. انما لو هو هياخدها من جوه عن طريق ان هو يحصل له فوميتنج وترجع وكده، يبقى دي انترنال اوتو انفكشن. انما لو هياخدها ان البتاع اكل راح للبلانتس وبعدين هو اكل البلانتس دي بالاكس اللي كانت عليها، يبقى ده هيتروجينس. تمام. تمام. طيب دلوقتي هنتكلم بقى عن كل واحده فيهم كده، الهوستس والحاجات دي. اول حاجه الديفينس هوست طبعا هيومن، اللي انت مديت قلنا البيك او ممكن المان، لان هو زي ما قلنا بيعمل اوتو انفكشن لنفسه سواء انترنال او اكسترنال. طيب الانفكتيف ستيج هنا اسمها سيت سيركس سيلولوزس. تمام. طيب يقول لك هنا ان ممكن الهيومن او البيك اصلا ممكن الاثنين دول يبقى عباره عن ديد اند انترميديت هوست. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك لما بيحصل ان هم يجيلهم سيت سيلولوزس عن طريق ان هم كانوا اليكس. تمام. فلو هو السورس ده طبعا مرض مميت، طيب فهو بيقول لك ديد اند انترميديت هوست، ده ممكن يبقى الانسان ممكن يبقى البيك، بس ايا كان بقى مين فيهم اللي هيجيله سيت سيلولوزس. تمام. طيب التريتمنت زي ما قلنا عايز تستود بتعالج حاجه من الاثنين، يا اما نيكوسامايت او بارازيكوينتال. وهنا ذاكر نيكوسامايت بس برضه يعني بارازيكوينتال برضه صح. طيب بس هنا بيقول لك ان انا دلوقتي لازم اتجنب ان انا يحصل لي سيت سيركوزس بعد ما اخرج يعني بعد ما اخد التريتمنت اللي هو بتاع نيكوسامايت. طب ليه؟ بيقول لك نيكوسامايت لما انا باخده هو كل بيعمله ان هو بيخش يقوم جاي محلل لي اللارفر ستيج والادلت. طب ما انا لما احللهم كان كده كاني عملت هاتشنج للاكس. طب ما الاكس دي هعمل فيها ايه؟ هقوم انا جايب خدها تاني لما تخرج واخدها اوتو انفيشن. طب هعمل ايه؟ قال لك ان انا هاخد حاجه بعد النيكوسامايت دي، هاخد حاجه اسمها سالين بوش. هي دي. طيب ليه سالين بوش؟ يعني اصلا هي اسمها شوربه. تمام. باخدها بعد فيو اورز ان انا اخد النيكوسامايد. طيب هي بتعمل ايه؟ قالك ان هي كل اللي بتعمله ان هي بتخلي الاكس تخرج بسرعه من الجسم قبل ما انا يحصل لي فوميتنج، فتقوم راجعه وتقوم عامله لي انترنال اوتو انفيكشن. طب ماشي، طب ما هي لما خرجت ممكن تعمل لي اكسترنال اوتو انفيكشن، فلا خلاص يبقى انا لازم اتجنب بسرعه كده منها، افويد انترنال اوتو انفيكشن والاكسترنال اوتو انفيكشن. طب ليه؟ بيقول لك النيكوسامايد بتعمل ايه؟ بتعمل ديستجنريشن للجرافيت سيجمنتس، بتكسر الجرافيت سيجمنتس، وبالتالي هي لما تحللها وتكسرها هتقوم جايه مخرجه لي اصلا الاكس، فبالتالي الاكس دي تروح بقى تعمل انترنال او اكسترنال اوتو انفيكشن، فانا لازم اتجنب الاثنين. طيب بخرجها زي من الجسم بسرعه عن طريق سالين بوش قبل ما يحصل لي فوميتنج وترجع تعمل لي الانترنال اوتو انفيكشن. تمام كده يبقى خلصنا الثانيه سوريوم والثانيه سجنتا. بس هنفرهم كده بسرعه عشان بس ما نبوظش، وهنبدا في الثريتوريوم ديفايلوثريوم ليتر. تمام. طيب تاني كده بسرعه، احنا خدنا السيتوس وقلنا ناخد حاجتين، ثانيه سجنتا وثانيه سوريوم. طيب قلنا السيتوس دي بتبقى فليت سيجمنتد سنجل هيرموفرودايت، وبتبقى موجوده الادلت بتاعها موجوده في الانتستين بس وما عندهاش جي اي تي اورجان، زي مجرد بتعمل ديفيوجن للاكل اللي كان اوريدي دايجستد من الانتستين، بتعملهم بالديفيوجن بس تمتصه بس. تمام. طيب قلنا بعد كده ان الثانيه سجنتا والثانيه سوريوم من نوع السايكروفليديا اللي هي فيهم سكرز. طيب قلنا الثانيه سجنتا هي كوزموبروتين بتيجي في على مستوى العالم كله. طيب هي بس ليها اسم ثاني اسمه بيف تي بورم، لان هي بتيجي في اللحمه. طيب بعد كده خدنا الادلت بتاعها ان هو من 4 ل 10 سنتيمتر قصدي من 4 ل 10 متر، وعدد السيجمنتس فيها كان من 1000 ل 2000، وقلنا ان هي بيبقى فيها في الراس بتاعتها في سكولكس، والسكولكس ده بيبقى فيه فور سكرز. السكرز دي عباره عن الاديشن بوردس بتعمل اديشن في الانتستين. طيب قلنا الايك هي مجرد يلو براون ايك بيبقى حواليها 6 ريتد شيل، وبيبقى جواها ميتشر هيكسكان امبريو او الانكوسفير. طيب بعد كده اللارفر ستيج اللي هي ست سيركس، ست سيركس دي بتبقى شبه البلادر قوي، وبتبقى مجرد جيرمنال لاير متحوطه بكافيتي مليان فلويد. تمام. والجيرمنال لاير دي هي بس بعد كده انفيجنيشن تديني السكولكس والفور سكرز. تمام. طيب الهابت قلنا الهابت بيبقى الهيومن، قصدي ده الهابت بيبقى الابر جينوم، والديفنت هوست بيبقى الهيومن، الانترميديت هوست الاثنين عن طريق الكاتل، والانفكتيف ستيج بتبقى سيركس بوليس. طيب مود انفكشن انا كانت لحمه نيه او مش مستويه كويس، كان فيها سيستيك ست سيركا. طيب بعد كده ميشور بورم ديفلوبس، بقول ان انا عشان يتحول عندي لارفر ستيج دي يتحول لادلت انتستين بتاخد من 8 ل 10 اسبوع. طيب بعد كده قلت ان هي بتعمل مجرد متريت زينوفيليا او مينر لوكال انفلاميشن. ليه؟ بسبب ان السكولكس اللي كانت في السكرز كانت في السكولكس لما بتعمل ادينا في الميكوزا، هو ده اللي بيصير مع الجهاز المناعي يعني يخليه ضعيف جدا اصلا، بيبقى ويكلي ايموجن يعني هو مش قادر يصيره اصلا. طيب او ان هو يعني بيصيره حاجه بسيطه جدا يعني. طيب بعد كده بقول ان الموست الكلينيكال بيكتشر ايه؟ الكلينيكال بيكتشر اصلا ما بيبقاش فيه اعراض، ولو جالي عنده اعراض بتبقى حاجه بسيطه مجرد دايريا وفيميتنج ونوزيا وفيرتيجو نيرفسنس شويه ابدومينال ديسكومفورت وبيجاستريك بين. طيب قلنا ايه؟ متريت زينوفيليا. طيب السيمبل اكزامينشن ده عشان اعمل ديجنوزس، الاقي الاك او الاقي الكرافت بروجلوتايتس، ودي موجوده في كل السيستولز. طيب وبعد كده بقول ان هي بتبقى ايدنتيكال، يعني واضحه جدا انها كبيره، وعشان افرق بين السبيشيز وبعضها بضطر ابص على السكولكس والكرافت بروجلوتايت. طيب الاقي جايز ستول بستخدم نيكوسامايت وبارازيكوينتال، بارازيكوينتال هو الالترناتيف. تمام. طيب عشان اعمل برزنتيشن يبقى لازم اعالج السورسز اللي هم الناس البيشنتس يعني، واتجنب ان يبقى في سويل، واطبخ اللحمه كويس لو هعمل لها، لو هطبخها يبقى عند درجه حراره 57، لو هخزنها اعملها فريزنج يبقى عند درجه حراره اقل من 10 لمده 5 ايام، او لو هخللها يبقى في سولت سوليوشن 25% لمده 5 ايام برضو. طيب بعد كده قلنا الثانيه سوليوم، قلنا هي زي الثانيه سجنيت بالظبط، نفس السايكلوفليديا نفس النوع يعني عشان بقول فيها سكرز. طيب قلنا ان هي ديز بتعمل بورك تيب ورم، ده نسبه للبيج يعني او الخنزير. بعد كده قلنا ان الادلت بتاعها اصغر من 2 ل 4 متر، وعلى السيجمنتس اقل من 800 ل 1000، والسكولكس بتاعها بيبقى جلوبيلر، بيبقى كل فرق في السكرز ان هم اربعه برده بس بيبقوا كاب شيبت. وقلنا ان هي عندها هوكس، الهوكس دي تبقى روستلام دبل كراون هوكس، تبقى شبه المانجل. طيب بعد كده قلنا الاكس نفسها زي نفس الثانيه سجنيتا. بعد كده قلنا ان هي بتبقى موجوده في الهيومن، الهيومن بيعمل فيسز، الفيسز دي بتروح الخنزير ياكلها، والفيس دي بيبقى فيها الاكس، الخنزير بيجي ياكل فيسز دي بالاكس اللي فيها، يقوم حول اللارفر ستيج جوه جسمه، وبعد كده اللارفر ستيج دي اللي هي السكاريت بقى قادره ان هي تخترق الانسينال وول وتروح للتشو بتاع الخنزير في كل حته في المصاص، فيجي الانسان ياكل المصاص دي اللي هي اللحمه بتاعت الخنزير من غير ما تستوي كويس او يكون هنيه، فتقوم جاي هو واخد كده واخد المصاص بتاعت الخنزير وهي فيها سيست كاريا. تمام. طيب
يا اما الطريق التاني ان هو يعمل اوتو انفكشن، يا اما انترنال او اكسترنال. الاكسترنال عن طريق ان هو ياخدها فيكال اورال لنفسه، بس هو بياخد كده الايج على طول مش بياخد سيست كاري. طيب تاني حاجه ان هو يحصل له فوميتنج فتقوم طالعه على الاستومك والايج بتاع على الاستومك، وبعدين يحصل له التريتيشن بالاتش سي ال فتعمله برده سيست سيركوزس. طيب الطريقه الثالثه ان هي الفيزس تيجي على بلانت وهو ياكل البلانت ده. طيب في كل الحالات اللي هم الثلاثه دول الاوتو انفكشن والتيرو والتروجنس انفكشن والاوتو انفكشن سواء انترنال او اكسترنال، الثلاثه دول بيعملوا له سيست سيركوزس. سيست سيركوزس دي بيبقى عن طريق ان بعد ما الايج دخل جسم الانسان عدت من الاكتيف طبعا في الاتش سي ال وقامت معديه من الساينال ميكوزا راحت ناحيه الاي والبرين والتشو. طيب قلنا الانسان او الخنزير ممكن يبقى ديد انت انتر ديزيز هوست بسبب سيستر سيركوزس. طيب قلنا ان التريتمنت بالنيفروسامايد، قلنا لازم ناخد بعد سلين بورش بعد بفيو اورز عشان نتجنب ان هو يحصل اوتو انفكشن سواء انترنال او اكسترنال. والسلين بورش ده بتساعد اكسبل ذا اكس اوت ترافل، يخرج الاكس بره الجسم بسرعه قبل ما يحصل بومتنج. تمام. طيب دلوقتي بقى هناخد حاجه اسمها داي فيلو ثرام لاتم، هي اسمها يعني لازم شويه بس انت لما تاخد دلوقتي تفسير اسمها مخصوصه هتلاقي الاسم سهل جدا ان شاء الله مش حاجه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بتعمل مرض اسمه ديفلو بوسيريازيس، جاي من اسمها. طيب هي اسمها اسمها فيش تيب ورم ليه؟ لان هي موجوده في لحمه السمك. تمام. يبقى دلوقتي خدت ثلاث حاجات، خدت ان الثانيه سيجنيت في لحمه الكلب او الفتل، الثانيه سوليوم في لحمه الخنزير، دلوقتي داي فايلو تريوم لاتم بتبقى موجوده في لحمه الفيش. تمام. طيب بعد كده او اديها اسم ثاني ثالث قصدي اسمه بوت تيب ورم ليه؟ لان لاتم دي كلمه لاتم دي معناها عريض وبروت برضو معناها عريض، فهي بس ده جاي من المورفولوجي يعني بتاعت الكوب. طيب بتيجي فين الديستريبيوشن بتاعها؟ بتيجي في روبيان بلاتيك كانتريز، فهي اصلا بتيجي في الفيش اللي موجود في البلاد الساقعه جدا زي امريكا وروسيا. طيب بعد كده المورفولوجي زي ما قلنا بنتكلم عن الادلت والايج واللارفا. طيب الادلت هنا بتبقى من 3 ل 10 متر، بتبقى عندها 300 بروكلوتايتس يعني 300 سيجمنت. السكولكس بتاعتها بتبقى اولمند شيب وبتبقى عندها حاجه اسمها جروفز او بوتريا. طيب الجروفز دي بتبقى دورز الفنتر، دورز وفنترال، بتبقى ساكتوريال يعني ساكتوريال يعني جايه من كلمه ساكرز يعني. تمام. طيب يبقى السكولكس دي فيها ساكرز بس الساكرز دي على شكل جروفز. تمام. واسمها بوتريا. تمام. طيب والسكولكس ده بيبقى على شكل اومن شيب. طيب بعد كده اليوترس، انتوا كتير مره لما قلت لكم ان اليوترس ده بيبقى عباره عن خط ما بين كل سيجمنت والثانيه وان هو مش مفتوح ملوش فتحه في الثانيه سيجمنت والثانيه سوليوم، هنا اليوترس ليه فتحه هو بيبقى اليوترس اوبن ثرو يوترن بور، فبالتالي بيقلوا ان الاكس تخرج بره، فبالتالي مفيش جرافيت سيجمنت. تاني انا بقول ان كل فتحه والتانية بيبقى في ما بينهم خط، كل سيجمنت قصدي والتانية بيبقى في ما بينهم خط اسمه يترس. اليترس ده يا اما مفتوح يا اما مش مفتوح. طب لو مش مفتوح يبقى انا كده كل سيجمنت عندي هتركم البيض بتاعها جواها، يعني البيضه بعد ما تعمل مش هتخرج الا ما يحصل هاتشنج. تمام. لكن هنا عندي اليترس في فتحه ليه اسمها يترن بول، فبالتالي كل ما هات البيضه هروح جاي مخرجها على طول. تمام. فبالتالي مش هيبقى عندي تراكم، مش هيبقى عندي سيجمنت متراكمه فيها بيض، فبالتالي مش هيبقى عندي جرافيت سيجمنت، لان قلت جرافيت سيجمنت دي عباره عن سيجمنت مليانه اكس. تمام. طيب بعد كده الاجي عندي بتبقى 70 45 لحظه تبقى 70 45 بتبقى اوفل، بتبقى هنا اميتشر الثانيه سجنيت والثانيه سوليوم كانت ميجر. تمام. وهنا بتبقى اوركيليتد برضو. طيب تبقى سيكشل. طيب دلوقتي انا عندي اللارفر ستيجز عندي منهم ثلاثه. تمام. انا هسيب الحته دي مش هشرحها دلوقتي، لما اشرح ال اسمها ايه لايف سايكل هتفهموها اكتر. تمام. فخلوها دلوقتي. طيب نيجي كده اول حاجه الحوار بيبتدي منين؟ انا عندي ادلت ورم. تمام. موجوده في الانتسان عادي جدا وقامت جايه عامله لي فيرتلايزيشن وقامت لونها لي الايج اللي هي الاوركيليتد الايج بتاعتنا، وبعد من 10 ل 12 يوم الايج دي بقت امبريونيتد. تمام. يعني حصلها ميتشر يعني من الاخر، وقامت نازله في فريش ووتر عشان تعالى مش مبين الكلام. تمام. وقامت نازله في الفريش ووتر اللي هي الامبريونيتد ايج دي. طيب لما نزلت في الفريش ووتر هي فازت حصلها هاتشنج، فادتني اول لارفا ستيج ذا فيرست لارفا ستيج اللي هي اسمها كوراسيديوم. طيب الكوراسيديوم دي يبقى انا عندي اول لارفا ستيج حصل بقت موجوده عندي بعد ما حصل هاتشنج في الايج هي الكوراسيديوم موجوده فيها لسه في الفريش ووتر زي ما هي. بعد 12 ساعه عندي اول انترميديت هوست هياخدها اسمه سايكلوب. سايكلوب ده اللي هو شمشون اللي هو في سبونج بوب يعني حد عارفه. طيب هو اسمه ليه اسم تاني اللي هو الفلي ووتر فلي. تمام. طيب الووتر فلي او السايكلوب ده هو الفيرست انترميديت هوست، هو اللي هياكل الكوراسيديوم. تمام. يبقى انا عندي فيرست لارفا ستيج اللي هو الكوراسيديوم دخل في الفيرست انترميديت هوست اللي هو السايكلوب. طيب وبعدين السايكلوب ده لما كانوا قام جاي مطلع فارس بقى حاجه اسمها برو سيركويد لارفا، وده السكند لارفا ستيج. تمام. يبقى السايكلوب خد الفيرست لارفا ستيج وطلع لي السكند لارفا ستيج اللي هي البرو سيركويد. تمام. ثانيه واحده اهو دي السكند لارفا ستيج اللي هي البرو سيركويد. طيب مين هياخد البرو سيركويد؟ الفيش. تيجي الفيش عندي تقوم هي واكله السكند لارفا ستيج، والفيش دي هي السكند انترميديت هوست. تمام. بعد ما كلت البرو سيركويد قامت مطلع لي حاجه اسمها بلايو سيركويد. تمام. طيب وده بيبقى السيرف لارفا ستيج وهو ده اللي الانسان بياكله، لان هو اصلا بيموت الفيش الانسان بياكل الفيش. تمام. طيب دلوقتي الانسان قام جاي واكل الايج دي من غير ما يسويها كويس، يعني يا جماعه سووا كل حاجه كويس عشان مش هلاقي مشاكل ان شاء الله. طيب قام واكل الفيش دي وهي مش مسويها كويس او هي نيه. تمام. او مش بتملحها كويس خلاص. يبقى انا تاني عندي اول حاجه حصلت ان انا كان عندي الانسان في جسمه اللي هي العادي جدا في الانتستن الادلت بتاع الداي فلتريوم. تمام. طيب ايه اللي حصل؟ انا عندي
الادلت دي اما كان مكونه لي ايج، الايج بتاعتها اوفركيوليتد زي ما قلنا، بعد من 10 ل 12 يوم بقت امبريونيتد. طيب وبعد كده حصل لها هاتشنج، قامت مدياني الفيرست لارفر ستيج. طب هي مش بتقل الخلايا حصل لها هاتشنج، ان هي تبقى موجوده في ميديوم كويس بالنسبه لها اللي هو ايه الووتر الفريش ووتر. تمام. طيب بعد ما كانت في فريش ووتر وحصل لها هاتشنج ادتني الفيرست لارفر ستيج اللي هو الكراسيديوم. مين كان الفيرست لارفر ستيج؟ الفيرست انترميديت هوست اللي هو السايكلوب. تمام. او اسمه ووتر فلي. طيب كلها كلها يعني هو خد الفيرست لارفر ومديني مين؟ مديني السكند لارفر ستيج اللي هي الايه البرو سيركويد. البرو سيركويد. طيب بعد ما كان البرو سيركويد بعد ما طلع البرو سيركويد مين خدها؟ السكند لارفر ستيج. خد مين؟ خد السكند سوري خدت الفيش اللي هي سكند انترميديت هوست، خدت السكند لارفر ستيج اللي هو مين؟ البرو سيركويد في الفيش. ومين طلع مين؟ طلع الثيرد لارفر ستيج اللي هو البليرو سيركويد. طيب مين اللي كان البليرو سيركويد الموجود في السمك؟ الانسان، لان هو اللي بياكل السمك. تمام. فكانوا ايه؟ اما كانوا مش مستوي كويس او كانوا ايه؟ تمام تمام بقى ناخد الحته اللي انا قلت لكم مش هناخدها لما ناخد لايف سايكل. هو بيقول لك ان انا عندي ثلاثه لارفر ستيج، البليرو سيركويد وده الثيرد لارفر ستيج اللي هو الانفكتيف هوست، قصدي الانفكتيف ستيج بالنسبه للانسان. تمام. وعندي لارفر ستيج الثانيه اللي هي الكوراسيديوم والبرو سيركويد. تمام. طيب هناخد بس بالنسبه لنا هناخد الانفكتيف لان دي اهم حاجه اللي هي البليرو سيركويد. هي عباره عن ايه؟ تبقى سوليد ولونجيتد. تمام. بتبقى من 1 2 سنتيمتر. طيب والانتيريور اند بتاعتها بتبقى فيها انفيجينيشنز كده. تمام. طيب والبودي بتاعها بيبقى استريتد بس مش سيجمنتد. دي اهم حاجه ان هو مش سيجمنتد. البودي بتاع البليروسيركويد اللي هي السيلد لارفر ستيج اللي بياكلها الانسان بتبقى مش سيجمنتد، يعني دي الاصليه عادي سيجمنتد. تمام. طيب يبقى هي بتبقى سوليد لونجيتد وبتبقى من 1 2 سنتيمتر، والانتيريور اند بتاعها يعني من قدام كده بتبقى يعني متقسمه كده فيها انفيجينيشنز. تمام. وبتبقى البودي بتاعها بيبقى استريتد بس مش سيجمنتد. تمام. طيب بعد كده هناخد تفاصيل. طيب النباتات زي ما قلنا الانتستين فين بالظبط؟ في الانتستين في الاليوم ده الاساسي، وممكن ساعات الجيجنم. تمام. طيب الديفينيتيف هوست طبعا هيومن، مش مكتوبه هنا بس ماشي. طيب لا مكتوبه هنا المان او الفيش ايتنج انيمالز، يعني عندي كلب وقطه كانوا من السمك برده هياخدوا نفس البتاع وهيحصلوا نفس اللي هيحصل في الانسان عادي. طيب مين انترميديت هوست؟ قلنا عندي اثنين، عندي فيرست انترميديت هوست وسكند انترميديت هوست. الفيرست انترميديت هوست اللي هو السايكلوب، هي شكلها مطول شويه بس يعني طبعا فاهمين. طيب السكند هو الفريش ووتر فيش. مين اشهر فيش بينقل الحوار ده؟ السلمون. تمام. طيب بعد كده قلنا المود اوف انفكشن ان انا هاكل السمك رو اهو، يا ماكلو رو يا ماكلو اندر كوكت، يعني مش مستوي كويس او ني. طيب وبقى مين الانفكتيف ستيج عندي؟ البليرو سيركويد اللي هي الثيرد لارفر ستيج. طيب الباثولوجي ايه بقى؟ بيقول لك ان انا عندي الليشنز بتحصل قليله جدا. تمام. وده بيخلي لي ان الاعراض اللي بتظهر عليا نون سبيسيفيك، مش محدده قوي، يعني مش حاجه معينه اشوفها اعرف ان هي دي. طب ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ان الليشنز بتحصل دي بتبقى عن ثلاث حاجات، يا اما مجرد انفلاميشن عمل لي ارتيشن في الميكوزا بسبب السكرز اللي مسكت فيها. تمام. يا اما ان انا حصل لي ان الاورم دي فرزت لي توكسيك سكريشنز. تمام. فانا قمت امتصاها. تمام. طيب تالت حاجه عندي ان انا حصل دي جنريتنج للبروبلوبايتس، يعني حصل ان انا زي ما اكون خدت حاجه قامت يعني عملت لي ان البروبلوبايتس دي اتفرقع. تمام. فبقيت البقايا بتاعت البروبلوبايتس دي برضو هي هتعمل لي ريتيشن. تمام. طيب ذا ادلت ورم ابزوربز لارج كوانتيتيز اوف نيوتري بي 12 اند انترفير وذ ايريال بي 12. يقول لك ان الادلت ورم دي هي بتمتص البي 12 بتاع الانسان. تمام. طيب وده بيخلي ان انا دلوقتي اقلل فيتامين بي 12 جدا في جسمي. احنا كنا قايلين لما الفيتامين بي 12 ده لما بيقل في الجسم بيسبب لي نوع من انواع الانيميا اللي هو النيكوبلاستيك ميجالو بلاستيك انيميا. طيب او البرينشس انيميا، او مش عارف صراحه نطقها ايه. تمام. اللي هي الماكروسيتيك هايبروكروميك. طيب ده ليه؟ ده بيحصل في 2% من البيشنتس. تمام. طيب يبقى انا تاني بقول الباثولوجي عندي الليشنز بتاعتها بتبقى قليله جدا، وده بيخلي لي الاعراض نون سبيسيفيك. طيب اللي بيحصل ده نتيجه ثلاث حاجات، يا اما مجرد السكرز ماسك في الميكوزا عملت لي اريتيشن، او ان البروبلوبايت حصل فيها ديجنريشن فالبقايا بتاعتها برده عملت لي انفلاميشن او اريتيشن، يا اما انا الورم دي فرزت لي سكريشنز وانا عملت ابزوربشن للتوكسيك سكريشنز دي. تمام. طيب ثالث حاجه بيقول لك ان هي الادلت ورم دي نفسها بتقوم جايه متصل بالفيتامين بي 12 فبالتالي انترفير مع البي 12 اللي بيحصل ابزوربشن في الاليوم، فبالتالي مسبب لي نوع من انواع الانيميا اسمه ميجالو بلاستيك انيميا او البرينشس انيميا او ماكروسيتيك هايبروكروميك انيميا. ده بيحصل في 2% من البيشنز. تمام. طيب بعد كده كلينيكال بيكتشر، الانسان ده هيجي عندي ايه؟ زي ما قلت اول حاجه هيجي عنده ماكروسيتيك هايبروكروميك انيميا اللي هي ميجالو بلاستيك. تمام. بيجي معاه شويه ليكوبينيا يعني نقص في الوايت بلاسس، يا اما عندي ثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسايتوبينيا دي اللي حاجه اللي هي بتعمل الكواجوليشن فاكتورز والكلام ده. طيب تاني حاجه بيجي لي نوع عنده نويزي وومتنج انوركسيا، بيجي عنده لوس في الابيتايت او هانجر بين. تمام. وعنده الجاستريك بونز. طب ده ليه؟ انا بقول لك ان الدوده دي موجوده اصلا بتاكل اكله، يعني هي اصلا الدوده دي موجوده في بطن عمالة تاكل اكل الانسان بياكله، هي طول الوقت محسبه هانجر بوجع في الجوع وهو اصلا بتاخد الشهيه. تمام. يعني دي من الاخر يعمل اصلا زي لخبطه في الابيتايت، يعني بتزيد فتعمله هانجر بين، يا اما بتقل وتبقى عنده لوس في الابيتايت. طيب تعمله بجاستريك بونز دي الاحساس بالشبع مع انها بتاكل اكله. وتاني حاجه بتعمل نويز فوميتنج وانوركسيا، والحاجه بس هي المعلمين اللي بنعلم بيها البتاع دي هي الماكروسيتيك هايبروكروميك ثرومبوسايتوبينيا وليكوبينيا. تمام. طيب بعد كده هناخد الدياجنوزس والبريزنتيشن والتريتمنت. طيب بالنسبه للدياجنوزس اول حاجه بعملها ان انا ببص زي ما قلت زي كل السيستوز ان انا ببص على الاكس وببص على البروجلوتايدز. تمام. طيب بلاقيهم في الفيسس. طيب تاني حاجه ان انا هشوف الهيستوري بتاعه لو هو كان واكل رو فيش ايتنج، او هلاقي ان انا عنده اصلا لما اعمل له سي بي سي هلاقي عنده انيميا اللي هي الميجالو بلاستيك انيميا او برينترس انيميا. طيب في سؤال هنا مهم في النقطه دي، ان هو بيجي يقول لك ان انا اعرف ازاي ان هو عنده باي فريدم لاتم؟ بعرف ان انا اعمل له تحليل سي بي سي، هو ده الحاجه اللي هتحدد لي ان في ميجالو بلاستيك انيميا، فبالتالي هعرف شخص. تمام. طيب تاني حاجه البريزنتيشن، عشان اعمل بريزنتيشن اول حاجه طبعا لازم اعملها ان انا اعمل هيلث اديوكيشن، ان انا اعرفهم يعني ان هم ما ياكلوش الفيش يا اما بيرفكتلي كوكد او رو.
طيب تاني حاجه اعرفهم بقى ازاي يسيبوه كويس، يعني مش هقول لهم ما تاكلوش هو مش بيسيب كويس، لا اعرفهم كمان ازاي يسيبوه كويس. انا هعمل لهم فريزنج عند درجه حراره اقل من 10 لمده 24 ساعه، تمام؟ يا اما هعمل له ان انا لو هعمل له كوكينج يبقى عند درجه حراره 50 مش اقل من 10 دقائق. طيب إيه لو هعمله دراينج او بيكلينج برده بطريقه صحيحه، يعني لو بروبر دراينج او بيكلينج برده هيقتل اللارف. طيب تاني حاجه المفروض اعمل سيوج ديسبوزال، ان انا اعالج المياه الصرف الصحي، لان فريش ووتر زي ما قلنا هي دي اللي بتبقى اصلا بتعمل هاتشنج للايك وتكون اول لارفال ستيج، فبالتالي لازم اعمل سانيتري سيوج ديسبوزال. طيب تاني حاجه المفروض افويد ذا سيل اوف فيش هوج ايه هيفي انفستد ليكس، يعني انا لو انا عارف ان المكان ده الفيش اللي فيه كلها بيقول لك ان انا ما بعيش سمك من الليكس اللي بتبقى انا عارف ان هي مصابه يعني، بس مفيش حاجه. طيب بعد كده التريتمنت قلنا زيهم زي اي سيستول، بارازيكوينتال ونيكروسامايد. طيب كده يبقى المحاضره خلصت، نرجع بقى بسرعه على الدوده دي عشان نبقى خلصنا. بصوا بقى انا قلت لكم ان اسمها هيبقى سهل جدا لما نيجي. بصوا داي دي بسبب هو مش كده ان هو مش كاتبين المعنى دي، بس داي دي ان السكرز بتاعتها دي عندها هنا تو سكرز بس وبيبقى شكلهم مختلف، تمام؟ قلنا ان هي بتبقى بوثريوم، تمام؟ مش احنا قلنا ان هنا السكرز بتاعتها اسمها بوثريوم لان هي بتبقى على شكل جروفز، تمام؟ وبيبقوا اتنين بس، هو مش كده ولا هو كده، هما اتنين اهو. طيب هنعمل بقى مراجعة سريعة كده بسرعة عن داي فلوبريتريوم ليتا، اسم مستفز بس ماشي. بصوا احنا قلنا ان اسمها هيبقى سهل جدا لما نيجي نفهم معناه. طيب داي دي يعني اتنين، تمام؟ وبوثريوم دي اللي هي الجروفز اللي هي السكرز جروفز، تمام؟ وفايلو دي نسبة للسايكلوفليديا، تمام؟ وليتم دي يعني عريضة لان انتوا كسيجنالز بتاعتها عريضة، تمام؟ كده اسمها واضح بالنسبة لنا. طيب قلنا ان هي ليها اسم تاني فيش تيب ورم وبروت تيب ورم. طيب وليها بالنسبة للديستريبيوشن بتاعها بتبقى في اليوروبيان كانتريز سواء في امريكا او في روسيا. بعد كده الادلت بتاعها بيبقى من 3 ل 10 متر، بيبقى ليه 300 بروكلوتايدز، بيبقى السكولكس بتاعها بيبقى مختلف عن الاثنين التانيين ان هو بيبقى اولموند ان شيب، والسكرز اللي فيه بتبقى شكل جروفز بتسمى بوتريا وبتبقى دورزو فينترال. طيب بعد كده قلنا اليوترس هنا بتبقى مفتوحه بيبقى ليها يوترن بول، فبالتالي تخرج كل ايج بعد ما بتتفرز، فبالتالي ما عنديش سيجمنت بتراكم فيه ايج، فبالتالي ما عنديش نو جرافيت سيجمنت. طيب الايج بتبقى من 70 45 تبقى اوفال، تبقى هنا اميتشر وتبقى اوركليتد والسيكشال. طيب قلنا اللارفا ستيج، قلنا عندنا 3 لارفا ستيج، الفيرست لارفا ستيج اللي هي الكورسيديوم، وسكند درافر ستيج اللي هي البرو سيركويت، والثيرد اللي هي البليو سيركويت، قلنا دي اهم واحده فيهم لان دي هي الانفكتيف ستيج اللي الانسان هياخدها مع السمك. طيب هي بتبقى سوليد بتبقى لونجيتد، والانتيريور اند بتاعها بيبقى انفيجنيشن بيبقى فيه انفيجنيشنز كده، وبتبقى من 1 ل 2 سم، وقلنا ان هي بتبقى ستريتد بس مش سيجمنتد، تمام؟ طيب بعد كده قلنا قلنا الديفينت بوست عندي الانسان اول في الاول لو انيمال هياكل اي يعني اي انيمال قصدي هياكل فيش، والهابيتات بتاعي بيبقى الاريام ده اساسي واحيانا في الجينيوم. طيب الانترميديت بوست قلنا عندي اثنين فيرست وسكند، الفيرست اللي هو السايكلوب او الووتر فلي، والسكند اللي هي الفريش ووتر وخاصه السلمون. طيب الانفكتيف ستيج عندي قلنا بليريو سيركويت لارفر، والمود اوف انفكشن قلنا ان انا اكل سمك ني او مش مطبوخ كويس، وبعد كده قلنا الباثولوجي ان انا الفاليشنز بتاعتي بتبقى قليله فبالتالي بتعمل لي اعراض نان سبيسيفيك، وده بيبقى عن طريق ان انا يا اما حصل اريتيشن في الميكوزا بسبب السكرز اللي مسكت فيها، يا اما بابزوربشن اوف توكسيك سيكريشنز، يا اما حصل ديجنريشن في البروكلوتويد. طيب ثاني حاجه هي بتتعرض مع الاليا الابزوربشن بتاع البيتويد، لان الادلت ورم بتمتص اصلا فيتامين بي 12 فبالتالي بتعمل لي ميجالو بلاستيك انيميا او برينشس انيميا او المايكروسيتيك هايبروكرومي، ثلاث اسماء هما بنفس الاسم، تمام؟ طيب ده بيحصل في 2% من البيشنتس. طيب الكلينيكال بيكتشر قلت ان هو هيجي اساسي عندي المايكروسيتيك هايبروكرومي، ودي اصلا حاجه اللي بتميزه لما بعمله سي بي سي. طيب بيبقى معاه هيليكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا، واللي بيبقى عنده انوركسيا ونويز اوف فوميتنج بيبقى عنده شويه بيجاستريك فولنس او هانجر بين او لوس اوف ابيتايت. طيب الدياجنوزس ان انا الاقي الفيسز الاقي فيها البروكلوتايدز او الاكس، او ان انا الاقي عنده هيستوري لايتنج رو فيش، او الاقي عنده مايكروبلاستيك انيميا جيل بلاستيك انيميا. طيب بريفنتيشن قلنا اول حاجه ان انا اعمل هيلث اديوكيشن اباوت ايتنج رو او امبيرفكتلي كوكت فيش، وان انا اعمل سانيتري سي ويج ديسبوزال، وان انا اعلمهم ازاي يطبخوا كويس بطريقه صح، يا اما يعملوا فريزنج عند درجه حراره اقل من 10 لمده 24 ساعه، يا اما كوكينج عند درجه حراره 50 مش اقل من 10 دقائق، يا اما اعمل له بيكلينج ودرينج بطريقه صحيحه. كل الحاجات دي بتقتل اللارفا وبالتالي تخلي السمك يبقى صحي ما فيهوش مشاكل. والتاني حاجه اتجنب ان انا ابيع انا قصدي بيع الاسماك اللي انا عارفه ان هي جايه من انفستد ليكس. طيب بعد كده تريتمنت قلنا زيها زي اي سيستول بارازيكوينتال ونيكروسامايد. انا بس كده لو في اي حاجه كانت في الفيديو وبس دي اول مره اسجل فكنت مضطره وبتلخبط كتير، فاتمنى يكون افدتكم يعني، وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم.